أول رحلة بحرية تجارية إلى العاصمة السنغالية داكار كانت عبر السفينة غورايا محملة ب8000 طن موزعة بين عدة مواد على غرار الأدوية والسيراميك والإسمنت الأبيض. جن داكار هو عبارة عن قرار سياسي للسيد رئيس الجمهورية اتبعته نجاعته الاقتصادية، ودليل على ذلك أنه خلال الرحلة الأولى لهذا الخط تم يعني شحن أكثر من 85% من طاقة استيعاب هذه الباخرة. Je pense que c'est un effort énorme que l'Algérie a fait de lancer ce navire, et pour nous donc c'est une grande satisfaction, mais également c'est un jalon important qui vient d'être posé en matière commerciale, en matière de renforcement de la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et le Sénégal, mais également entre l'Algérie et l'Afrique de l'Ouest en général. إطلاق الخط البحري الجديد الرابط بين الجزائر ودكار وقبله الخط البحري الجزائر العاصمة الموريتانية نواكشوت يدخلان ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية للولوج إلى الأسواق الإفريقية وتعزيز التبادلات التجارية بين دول القارة السمراء.